كلشي كيسولني هذا السؤال، علاش غبرت علاش غبرت علاش غبرت. اولا انا ما غابراش، موجوده حاليا كاينه بمسلسل، حاضره بمسلسل عيون غائمه اللي كيدعى على القناه الاولى كل يوم اثنين، والان قريب يسالي يعني الحلقات الاخيره غادي تدوز الاسبوع القادم ان شاء الله. كاين عندي شريط سينمائي اللي قريب يخرج بالقاعات السينمائيه بعنوان مواسم العطش للمخرج حميد الزوغي. واش غادي نقول لك، الفنان اولا ما كاينش غير التلفزيون، كاين المسرح كاين السينما، وما يمكنش ليا نبقى كنبان غير انا دائما، كاين فنانين اخرين يعني بحال كنديروا التناوب، وحتى الا كنت غايبه راه ماشي انا اللي اختاريت اني نغيب، يعني دائما موجوده فيما طلبوني او نادوا ليا باش نعمل شي عمل اللي غادي يليق بيا وبقناعاتي ويعجبني غادي نشتغل فيه، يعني موجوده انا كفنانه موجوده. هذا الموضوع ديال وسائل التواصل الاجتماعي بصراحه اصبح يؤرق الجميع، لانها التصرفات دون المستوى وماشي تصرفات الفنان الحقيقي، لان الفنان الحقيقي كيركز في العمل ديالو في الفن ديالو في البحث دائما على التجديد وعلى الاجتهاد، تيجدد نفسه فعوض ما خصش يكون عنده الوقت باش يترد مع الناس، حتى ولو ما يكونش كيشتغل ما يدوش الوقت وقت الفراغ ديالو في هذاك الخبط وهذاك شنو غادي نسميهم الخطط والمكر، يعني باش تطيح فنان اخر وتقلب دائما كيفاش يعني تسيء الفنان اخر، حشومه ماشي اخلاق الفنان هذه. الله يهديهم، وكنتمنى انهم يتراجعوا على هذا الاسلوب، يعني الناس اللي باقيين كيتبعوا هذا الاسلوب كنتمنى يتراجعوا عليه وينتبهوا لنفسهم والسمعه ديالهم والليماج ديال الفنان، راهم كيمثلوا واحد البلاد، كيمثلوا الفنان بصفه عامه ماشي غير نفسهم، يعني عندهم واحد المسؤوليه خصهم يكونوا قدها. روتيني اليومي الله يسمح ليهم، وقال لا روتينك اليومي خليه عندك في دارك، لاش كتوري للناس اش غادي فاش غيفيدهم هذا الروتين، بغيت نفهم اشنو هو الهدف من هذه الظاهره ديال روتيني اليومي، داكشي اللي كيخصو يتستر تجيو كتفضحوه، لان اصبح ظاهره ماشي غير شي حاجه اللي تيجيبها الواحد مثلا مره باش يمزح مع اصدقائه في وسائل التواصل، ولاو المسائل ديال العرض وديال المسائل اللي الخصوصيه كتخرج على برا ما عندها لهش علاقه، وهادشي كامل هدف واحد انك تجمع ما امكن ديال لي زابوني وديال لي لايك وديال هذا، والناس تعماو ما هادشي ما عنده حتى شي معنى، ولكن كنظن موجه وغادي تفوت، هادشي ما غاديش يستمر لان ما عنده لا راس لا ساس وما عنده حتى شي فائده. الرساله ديالك للجمهور ديالك اللي عزيز عليك، ورساله اخيره الجريده ديال هبه برايس الجمهور الكريم كنوجه له تحيه كبيره، وانا عارفه ان باقي الناس اللي عندهم مستوى وانهم ما كيحبدوش هاد الموجات اللي كتظهر وما تيشجعوهاش، فكنتمنى ان الناس اللي ماشيين ورا هاد الموجات يتراجعوا ويعرفوا بان راه هذاك الشيء راه ماشي هو الفن، ماشي هو الفنان الحقيقي اللي كيشوفوا في لي ريزو سوسيو، الفنان الحقيقي هو اللي كيعرفوه الاصيلي اللي درس وجا من بعد عناء ومجهود كبير عاد وصل لهذاك المكان اللي هو فيه باش يقدم عمل لائق للجمهور ديالو اللي كيحبوه، فما يحكموش على الفنان من خلال هذاك الشيء اللي كيشوفوه في وسائل التواصل الاجتماعي.
وكنوجه لهم تحيه كبيره. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.